الشرك في جنسه أشر من المعاصي. الشرك من حيث جنس الشرك، من حيث جنس الشرك أشر من جنس المعاصي. لكن لا تأخذ المسألة فتقول من قطع الطريق وقتل النفوس أخف ذنبا ممن حلف بغير الله، هذا غلط، ليس بصواب. هذا الكلام على جنس الذنب نفسه، فجنس الشرك أعظم من جنس المعاصي. لكن عند التفصيل قد توجد معاصي أشد من الشرك الأصغر، فقطع الطريق سمى الله تعالى صاحبه بالمحارب لله ورسوله، والذنب العظيم الذي بعد الشرك مباشرة، بعد الشرك الأكبر مباشرة، هو قتل النفس كما في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله: رأينا الذنوب، رأينا أشد الذنوب بعد الشرك الدماء، يعني سفك الدم الحرام وقتل النفوس، هذا أعظم الذنوب بعد الشرك. إذن جنس الشرك حتى الأصغر منه، جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس المعاصي. أما عند التفصيل فكما ذكرنا لك